كما قال عجيب. والله المعاناة هاي خدمات ماكو، مجاري ماكو، شوارع كلها محفرة، تعبانة كلش، الوضع كله متأزي. من 2003 لحد الآن؟ إي لحد الآن، ماكو تعمير خاصة بهالمناطق من الرشيدية والشمال. هسا عامة الزبر كله. والله قضاء الزبير، أول شيء عندنا الكهرباء والماي. الماي حيل تعبانين من عنده. وهالشوارع زي شوف انت شلون لاكو تبليط لاكو شيء كل شيء ماكو. قضاء الزبير تعبان، والزبير هو اصل البصره بسيدنا الزبير بالحسن البصري. المفروض هذا يجون يشوفون عليه معاناه. اي هذه معاناتنا ان شاء الله، ونريدها نحو الاخر. والحكومه هاي شويه تعبانه، تميل الى جاره الاخت هي ايران، تميل إلها. عندنا بعض ناس ذيول الإيران. طبعا انقل جوامع وماتوا هواي ناس. مزع الباشا قتلوهم طالعين من الجامع، رموا قتل. هلا يبا مرحبا حياك. ماتوا قتل، قتلوهم الفجر طلعون يصلون قتلوهم. هاي عندنا هواي صارت، وهسه كلها بيها حرس وكلها هذه وهذا. وان شاء الله نحو الاحسن. عندنا اهم شيء ما عندنا هنا التفرقه ولا عندنا الطائفيه. حكومة هسه خلنا نسوي لك شيء هسه، يلا تنتخبوا هذا. نقول لك انت منين؟ والله انا عارفك، اي عندك قيات تمشي، ما عندك. الشوارع اغلبيتها مسدده، مثل ما تقول مسدده من البساطي، مسدده من معاناته، عدم اكو رقابه من الجهه اللي هي اداره الزبير المقاميه، ماكو اي متابعه. ونعاني اكثر شيء بعد كم يوم مثل ما تقول المطر، لا مرحلة، لا مجاري، لا خدمات، لا فرشي اللي يخدمنا اللي هي شريحة للزبير مثل ما تقول كفتشي يخدم الزبير. ماكو فرشي اللي يخدمنا اليوم للزبير من قبل جهة الرقابية اللي بالزبير. اليوم الجهة الرقابية إذا ما كانت داعمة لقضاء الزبير ومتابعة بعض الدوائر الخدمية مثل البلدية، مثل مقامية الزبير، مثل الجهة اللي تتابع الزبير بالشوارع، بالتجاوزات، وبعض الامور السيارات اللي مسدده الشوارع. اثنين اكو فد مرحله ثانيه هناك عندنا فرد شغله، وهي جاي نروح نعاني من ناخذ تأييدات. اليوم نروح نستلم، نريد تأييد لبعض الدوائر، نروح من ناخذ التأييد من المختار لازم نروح نصدقه وين ناخذه؟ من القائمة المقامية. القائمة المقامية جاي ياخذون من عندنا 2000 دينار بدون وصل جبايه. زين يا هل ترى هاي الاموال وين تروح بدون وصل الجبايه؟ هل هي جهة معينة؟ الفت شخص معين؟ نريد نعرف إذا هو إذا اللي نعرفه اليوم من تستلم شيء من الدولة تاخذ من عنده تطي وصل، تطي فرد شيء رسوم يعطيك فيه وصل. زين ما يقارب اليوم أكثر من 300-400 ألف دينار إلى مليون دينار توصل بالقائمة المقامية قضاء الزبير، وهي موضوع التأييدات. 2000 دينار الكل مواطن جاي يروح من ياخذه، هاي 2000 دينار بدون وصل جباية. هاي وحده من عتن مثل ما قلت لك. الشوارع مسدده، ما فد يوم شفنا القائم مقام يطلع على الشوارع يتابعها ويفتح لنا الشوارع والطرق. مسدده من قبل التكاسي، مسدده من قبل البساطي، مسدده ماكو متابعه، مسدده مثل ما تقول لاكو مجاري. بعد كم يوم احنا شتاء مطر امطار ويغرق الزبير في معاناه اللي احنا ملينا منها من 2003 الى لحد الان. احنا عينا خير في هذه الحكومه الجديده، اذا هذه الحكومه هي الجديده ماكو اي متابعه لها من قبل من عندهم مثل ما تقول المجاري، ماكو متابعه من عندهم فتح الشوارع، ماكو متابعه ترقيع الشوارع مثل تبليط ما تبليط. اذا هي شنو اذا الجهه هنا مثل نقول اللي هي اليوم المسؤوله، الجهه المسؤوله على الزبير هي القائمه المقاميه قضاء الزبير. شنو شغله هنا استاذ
القائم مقام مالنا الزبير اللي هو ما له متابعه، ما جاي يطلع الزبير يتابعه ويشوفه وغيره. كل واحد يقعد بديرته، مضايقيننا برزقنا، بكل شيء مضايقيننا يعني. احنا انا بيتي بتجهزي. يا قضاء الزبير احنا. قضاء الزبير. انا ترى هنا صايره بالزبير ديرتي هاي. يعني مضايقيننا برزقنا، بكل شيء مكاناتنا يعني. إذا واحد يشتغل مثل ب10,000 هو يجي يقول لك أنا أشتغل لك ب5,000 يخلي بطله. لا عندنا بيت ولا شيء، قاعدة ببيوت الناس. كل شيء ما عاد الله وكيلك، حتى راتب التقاعد قطعوا صار له 1.5 سنة. ها والله العظيم عندي ولد يشتغل ب6 وتي، عمره 35 ما متزوج، والثاني عمره 38. كل شيء ما عندنا، ايش حصلنا احنا؟ لا من ذاك الزمن ولا هذه. انقطع يقول ما دي طلب ويقول ما شنو، هاي صار 1.5 سنة. الله وكيلك شنو يعني عيشتي؟ الحمد لله نقول على الستر والعافيه. احنا ريحه ماكو، هاي صار من العام السهر السادس لهسه والله. واولادي يشتغل ب6 وتي، شي يحصل؟ وين التعيين؟ هو لا يقرا ولا يكتب يعني. اللي يقرا ويكتب شنو؟ شي يحصل حجي؟ وهات شوف العالم ضايقتنا يعني. كل واحد يروح بديرته، شنو هاي يعني؟ صايره فوضى مثل ما يقولون، فوضى حجي. تعرف شنو الفوضى؟ فوضى صايره. وين الحكومه هي؟ وين هي؟ وين الامان حجي؟ وين الامان؟ احنا نخاف على طفلنا يطلع بالشارع. وين الحجي يا حجي؟ قل لي فهمني. خاف على بناتنا يطلعن. هسه ما يخالف يعني نقول احنا شغل ماكو قليل وهاي. نريد الامان، نريد استقرار، نريد حكومه تعطينه تعطينا وسط اراضي. هسه انا رئيس صار موظف ترى بالصلب والحديد، صار من 2002 توفي، كل شيء ما اعطوني، لا وسط ارض، لا شيء، لا وظف ولدي. الله وكيلك محمد كفيلك. شنو يعني عيشه هاي؟ يعني ناس وناس؟ احنا ناس لا نعرف نبوق، لا نعرف نزور، لا نعرف نغش. صارت فوضى. الزبير لا نظافه لا شيء، شوف هاي الاوضاع كلها ازدحامات وماكو احتناء وماكو نظام. هو هذا الزبير. ما قاعد يفيد يعني، حتى لو يشيلونها كم يوم وترجع نفس الحاله. يعني الزباله هم يشيلونها ورا كم يوم، 4 ايام 5 ايام ترجع نفس الشيء. يعني ماكو اي حل. هذه اكو نافر شيء من تكرمون، اكو خيسه. عده مرات رحت اشتكيت بالبلديه واشتكيت بالقائمه المقاميه، واذا هي خيسه. حشم من اقول بوش يجلس سامع. خيسه، معاناه، تروح عليها تتعدى عليها مثل ما تقول، ما تقدر خشمك. عندنا واحد بالمنطقه زوجته خطيه طرحت بسبب هذه المعاناه الخيسه. اشتكينا كذا مره، عده مرات، وهو بنفس الوقت اللي حفرها القائم مقام بنص الشارع. يعني اكو بلوعة اليوم تنحفر 1.5 متر مترتين بنص الشارع، وهذه هي موجودة وتقدرون تطلعون عليها كشف وموجودة حاليا. هذه حضارة الزبير اللي هي تعتبر اليوم ما جهة الزبير، بنص الزبير. بس حاليا تقدرون تروح تكشفها وتشوفها. كذا مرة عاني يا بساد انت، هذه على الشارع العام مخلي حاويات، وهذا المكان مو موقع النفايات، هذا شارع عام تتعدى عليه سيارات المواطنين، السوق، جبهة السوق مثل ما تقول. وايضا لا سامع ولا مثل ما تقول ماكو لا حياه لمن تنادي. والله معاناتنا القضاء الزبير كلش تعبانه، زين قاعدين بالتجاوز وفلشون وهسه بالاجارات، وعيشتنا على الله وعلى الكارتون. هذا شوف بعينك ذي الستر، شوف قدامه يعني ناس هنا ظروفها صعبه. وبالنسبه قضاء الزبير ما حد دار له باله ولا حد مهتم به، خصوصا الزبير. شو تسوي؟ يعني هاي الشباب تلجال عندي انا عايش على الكارتون بالاجارات، الله يرضاها. حكومة ماكو اهتمام للشعب، ما حد مهتم بيهم ولا حد دار النبال اصلا. انا احكي لك هاي، شوف ايش ذيك ستوتي وتناوع لها، شوف شو محمل بها، الله شاهد ورسوله بالاجار قاعد، زين بيت ما عاد. معاناتنا اولا المجاري اجوا وسووا مجاري، والمجاري اندفنت وراحت، ولحد الان نعاني من المجاري. بيوتنا طاحت ومتبهذلين، والطرق كلها محفره، واحنا بلد النفط اللي يغذي العراق كله الزبير.
واحنا اكثر شيء بطاله، ماكو شغل، اعمال شركات ماكو تروح بكله بالواسطات بش اسمه، واحنا ضالين قاعده، ولدنا بطاله، والتدريس صفر، التدريس صفر. اولا كتب مشققه زين، واثنين ماكو، كله اكثرها بفلوس زين، والما عند الفقير من يجيب؟ وهاي الحكوميه تدريس مو ذاك التدريس، صفر، كل شيء ماكو، كل من قاعد على مكانه ولا يعانون المواطنين ولا كل شيء، حتى الزبائن هتظل بالشوارع. محمد هلا الله بسهله، تفضل. والله العظيم يعني معاناة ما ينوصف لها وصف بالنسبة قضاء الزبير، ايش من 2003 لحد الان، ايش ما شفنا اي شيء. هذا الشارع هذا مال السبعينات ترى، هذا التبليط، تكرم هاي الانقاض هاي ضاله، المسؤول ما يطلع قاعد، ايش القائم مقام ما شفناه طلع ولا افتر بالسوق ولا ايش، ايش البطاله شنو يعني؟ الناس تعاني، الفقر، الجوع، يعني هذا قضاء الزبير. واغنى قضاء هو بالعراق، ايش بالنسبه للمنافذ بيه، النفط بيه، ما يعني خيرات الله كلها بيه زبير، اغنى قضاء بالعراق وافقر قضاء بالعراق هو، ايش هذا قضاء الزبير. بطاله لان الرده من الحكومه، من الدوله، الرده من الحكومه، من الدوله، ايش الحكومه لو توفر فرص عمل للشباب ما ضل. انا اللي حاكيك، ابني خريج صار له سنتين، ايش خريج اداره ومحاسبه، وعندي بنتي تخرجت هاي السنه، ها لغه عربيه، ظل ذولاك هم قاعدين بالبيت، خسرت ما دم قلبي عليهم، ايش ذولاك هم كل واحد شهادته هالطوها وقاعدين بالبيت، ليش يعني؟ هذا اكو هيك بلدان؟ ايش انطيني هاي الدول المجاوره اللي يمك، ايش هاي هذا كلها الدول المجاوره اللي يمك، اكو هيك حكي؟ ماكو هيك حكي، بس هنا لا، اجتنا ناس لصوص وسراق وحراميه، بس على شرط هذا الحكي ما ينقطع. اي لصوص وحراميه اجتنا، ايش لمتهم امريكا من الشارع وجابتهم، وهذا ايش ما اجونا ناس شرفاء، ولا هالبلد غني، بلد السواد يسمونه، ايش لكثره خيراته، ايش لكن ما اجتك ناس شرفاء اللي صانت الامانه، كل من يبوق لنفسه وكل من يبوق لحزبه. والله الحل بعد لازم الشعب يغير، الشعب اللي يغير، ايش احنا ما نريد سفاك دم، لا يغير بصناديق الاقتراح، يغيرهم هاي الوجوه الكالحه، يكسحها كسح، لان ما استفاد يلا منهم 20 سنه كل شيء ما سووا لهالبلد هذا. تباشرنا بيهم خير واجا وسقط ذاك النظام، وتباشرنا بيهم خير لكن هم اردى من ذاك النظام. قال له طلقها واخذ اختها، قال له الله يلعن الثنتين، اثنين ما اريدهن، اثنين ما ايش. والله الزبير بي نقص 100% مو خلص، لانه لا خدمات، لا هسه بدت النرجس تشتغل، بس احنا عانينا اكثر من هاي صار سنين، يعني حد اليوم ما
تبقى قابل البيت تزيد قطره ماي ماكو عدل. احنا خلاها خدماتك ومدارس تعبانه يعني ماكو تدريس. احنا التجأنا وين؟ الدارس الاهليه رقم انه ما عندنا يعني ما تدريس ماكو. شو اللي تقول لي انا الاسواق منتهي بلديه ما ادري شلون الاوساخ ظالم كومه تحاكي يقول لك والله ما حاطي لي راتب ما يعطي لي فلوس يا بلي هذه الاوساخ ظالم كومه بالشارع ليش هالشكل؟ تكرم يعني انت بشرف الاقدام تفتر بين البيوت يعني هسه هذه هم ظاهره هذه حضاريه زين تجي واحده يفتح تكرم اعلان يقبال الزباله يشقها هذا بالشارع خلي تطلع البلديه تابع تشوف شنو نقص الخدمات ماكو ما حد له علاقه بموضوع النهايه كلش. والله مو عن 32 انا سكنت الجبير 54 سكنت الجبير ما شفت منش كل شيء ما اقدم على شغله يضيفونا غير مكان طلعوني يجيني بشر وشاني وخلوا واحد غيري وصار لي في الجراج 36 سنة وهسه للساعة 8 من الساعة 5 للساعة 8 يطلعوني وبالزبر دلال زبر. ساكن بالجراج؟ أنا ساكن بالجراج و 36 سنة بالجراج مو سنة وسنتين الله الشاهد. هسه ما حصل قوت الجهالي العائلة ما حصل قوت واحنا نفرين الله وكيلك ومحمد كفيلك كل شيء ماكو. قدمت 5 سنين رعاية ما اعطوني ولهسه لا رعاية ولا راتب الله الشاهد ما ادري شنو مصيبتي. وهسه بالساعة 8 يقولوا لي الله احصل لي خبزات 3000 4000 بس خبزات الله الشاهد لعائلتي وما اقول لك ما لا اشتكيت ولا قدمت ولا الدولة ما توفر لك كل شيء ماكو. اجار قاعد اجار من ال 54 ساكن الزبير خلصت عسكرية ورديت للزبير 8 سنين و4 أشهر وهذا اللي شوفني قضى عمري صار 82 سنة كل شيء ماكو. الله الشهد وصلت قاع ما طول كل شيء ما حصلت لا نفط ولا النفط طردوني. كنت اشتغل بالمقاولات 8 سنين هم المقاولات شالوها وراحت لبغداد وظلينا مفردشين وعلى حطته وهلا شوفني بحال حسن علي هذا يعطيني 1000 هذا يعطيني 500 الله الشاهد. والله قناة معاناتنا فيها الزبير المدارس مدارس هسه انا عندي جهال 4 لا كتب وكتب تعبانه وتدريس شويه مو ذاك التدريس يعني انقلهم يقولون والله روح سجلهم مدرسه اهليه يعني التدريس كلش صفر كتب ماكو قرطاسيه كل شيء ماكو يعني تروح تشتري يعني ما عنده مين يجي احنا نطلب من الحكومه الحاليه ان يوفرون هاي الطبقه الفقيره لان ما عندها نوادم ما عندها يعني مين تجيب يعني يعني كتب ماكو يعني العده 5 و6 يرادنهم هو دفاتر هسه والله لازم تشترون دفاتر يعني كل طالب تشتري له 6 كتب يعني دفاتر مين يجيب يعني نطلب من الحكومه شوي تتراعى يعني هسه هو بدل دوام واحنا زي كامل جبنا له يعني بس نريد كتب نريد تدريس
يعني من نطلب من الحكومة أن يراعونا بهذا، يعني أكو يكون لجنة طلعونا على المدارس يوفرون كتب يوفرون دفاتر، والله مو ذاك الزود يعني، يعني أكو مدرسة بها فوق يعني الصف فوق 70 طالب، وأكو مدرسة ما بها، يعني أنت ومعرفتك أكو بها خدمات وكذا، إيه أكو يعني مدرسة بها هواي وأكو مدرسة ما بها، يعني ماكو بالمساواة، لا ماكو، يعني ماكو لجنة تطلع وتشوف شنو الحصير المدارس، ونطلب عم الكمية الوادم، هاي الكمية قطيع عايشة الوادم على الكمية، ماكو ليش ماكو كمية، ماكو يعني يعني شو يصير، يعني واحد يوميته 25 المن يعطيها الدفاتر للكمية، يعني هم خلي يشوفون الوادم، خلي يشوفون المواطن، خلي يتابعونه، يعني مو بس كلها واحد كلمة ملتي بضيمة. بالنسبة للقضاء الزبير معاناته من 2003 لحد الآن نقص الخدمات وأي تطور ماكو موجود حاليا بالزبير، إضافة عندنا مشاكل هاي الشركات النفطية الأجنبية، أغلب العمالة عمالة أجنبية، وثاني شيء إحنا بس التلوث علينا والأمراض السرطانية، هاي بالنسبة. ثانيا الشباب عاطل عن العمل يعني حاليا، وأي توجه من الحكومة ما قاعد نشاهد أي شيء من تطور البنيان أو العمران أو أي شيء. الزبير حاليا ما حد يجيها ومهموله، اي نوابها او سيد المحافظ اي شخص ما يجيها، وشبابها حاليا عطاله ولا عمل وقاعدين تارسين المقاهي ولا شيء، وافق للمستقبل مفقود، ما خريجين قاعدين، فماكو فرص عمل، ماكو منعدم الان، ناهيك عن هاي الشركات النفطيه حاليا، قلت لك عماله اجنبيه، اضافه تلوث البيئه والامراض السرطانيه كلها لاهل الزبير. اكو تشوف الوضع حالك. الحكومة حاليا حكومة البصرة عاجزة عن اي شيء، اي دور ما لها بالزبير. والله احنا من 2003 لحد الان قضاء الزبير مظلوم، يعني معدوم، رغم ذلك هو 80% موارد النفطية يغذي البصرة والعراق، ولحد الان يعني لا شوارع بها حظ، لا تعيينات، الاسواق خلي نشوف هاي، يعني هذا السوق لا بنى تحتية، يعني الحياة معدومة، نصفا معدومة، خاصة في قضاء الزبير، وبالنسبة للتعيينات لا أسولف، يعني الزبير منتهي نوعا ما، أنت منتهي يعني هسه تباوع تجي للشوارع تفليش، العوز يخلي الإنسان ينتحر يكون على ثغر، هاي المادة بعد هي أهم شيء المادة، هو الإنسان لو ما المادة يقدر يمشي يقدر يتحرك، ها ما يقدر يتحرك، هي لسبب ذلك البوق والسطو ولا كل العوز، ترى هو منين يجيك هاي الأمور غير من العوز، يعني انت هاي الشباب كاظ القهاوي كبسلة والهاي منين اجتنا، كنا من هاي الشباب، لو الشباب كلها تشتغل وتعينات يصير عندنا هذا الشيء، ما يصير صدقني. وشكرا. وكل خدمات ما بيه، اي خدمات ماكو، يعني ما شفت في اليوم ما حد طلع افتر قيم مقام او مجلس البلدي طلع افتر شاف شو نقص القضاء شنو بيه، ماكو نهائيا، ماكو اي شيء، ماكو عندنا بالزبير نهائيا. انا هسه من 2003 لحد الان ماكو شفنا في شيء، يعني هسه القضاء نفس الشارع ما تغير منه نفس الشيء، احنا اليوم الاحزاب هي المهيمنه على ان شاء الله عدل، لا تقول احنا لا تقول اليوم والله حكومه، تقول حكومه ونظام ماكو، تروح للمركز الضابط ما يشكيك، والله انا تعالي بعدين، يابا انا عندي مشكله، ليش تقول لي والله انا طالع باجر بس بعدين تجيني، انا عندي مشكله، انا جيتك عندي مشكله وجيتك تحل اياها، هاي ماكو، تتوسل بي رحمه الله والديك الله يخليك بس حل مشكلتي، والله تعال باكر، تعال الصبح هسه ما فارق انا طالع واجب،
فاحنا دا تعاني القضاء من هواي مشاكل، بس ماكو واحد ملتفت لها، ماكو ابد نهائيا ماكو. واحنا بلد نفط، احنا سل هاي الزبير عايش العراق وعايش الدول كلها عليه، واحنا كل شيء ماكو. بطاله موجوده، ناس تعليم ماكو، خدمات ماكو، كلها ما موجوده هاي. واحنا بلد نفط، احنا اليوم الزبير هسه تمشي على نفط. عدل؟ بس شو الفائده؟ مو الك. ما محصل من شيء نهايه كلش، هاي الشباب قاعده والله عند اربعه خمسه قاعد بالبيت نايمين، ما عنده 1000 دينار يخلف، والله العظيم بالقران. ايش المتحش؟ المتحش. يجيبوا لي عمال من غير مكان، من غير بلد، وابن البلد، ابن البلد هذا اللي عايش به محروم من عنده. محروم. يجيبوني مصريين، ويجيبوني بنغلاديش، يجيبون هالعالم هذا، ولا الشباب قاعده لا شغل اعمل. المتحش. المتحش. المتروح. عندك واسطه، عندك عرف تشتغل، ما عندك واسطه، ما عندك عرف تظل كل شيء ما. واحنا ضالين بس انت رحمه الله، بس ما عندنا غير حكايه. والله ما عندنا غير حاجه، شيء تحكي ما اعرف. نقول الله كريم عسى ولا على ان شاء الله الله يلتفت لنا، الناس شويه تقول هذا اكو معاناه العالم هذا الله، شنو ذنبها؟ شباب قاعده لا شغل ولا عمل. المتزوج ما عنده حتى يشتري له قطعه حليب جهاله. ما عنده منين يجيب يعني منين يجيب؟ يروح يبوق الا هيك. ما عنده غير حكايه. واحنا نقول الله سبحانه وتعالى ان شاء الله يلتفت لنا العالم هذا.